السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا سيارة ظريفة حلوة كتكوتة كده، معانا الفيلوستر ال 2016 التوربو. يعني ما كفاية انه السيارة اصلا هي فانكي كتكوتة ثلاثة ابواب، حطوا لها توربو كمان 204 احصنة. خليكم معانا اليوم نشوف التجربة ان شاء الله تناسبكم باذن الله. السيارة كابعاد ايش عندنا بعد الله يسلمكم؟ كتكوتة كل حاجة فيها منمنم كده دلوعة. عندنا العرض 1790 ملي 4220 و 1399، الوزن على حوالي من يبتدي من 1300 وكسور 1400 لحوالي 1600 اعتمادا على المواصفات. الحلو في السياره هذه اللي عجبني فيها جدا بصراحه، انا جاي قاعد يعني طول ما انا ماشي مبتسم، مو بس عشان حكايه التوربو، مو بس عشان حسنوا في اداء السياره. يعني بصراحه شركه بورش راحت عليكم، كانت دائما بورش فرحانه، البي دي كي 2 كلاتش 7 سرعات ب 911 في نفس البورش الكايمن، الله يخلي فرحت عليكم. التوربو هنا سبع سرعات تيبترونيك 2 كلتش دبل كلتش، فتبوا تاخذوا بورش يعني بيبي بورش جند حق بورش لوحده كده كتكوت اهي. منافسين السياره عندكم الله يسلمكم اللي هي تيجي في الفئه حقت السيارات الشبابيه الصغيره، تيجي نتكلم على الجولف الجي تي اي، نتكلم مثلا على شو اسمها الميني كوبر، وعلى الفئات هذه الصغيره حتى مرسيدس السي ال اي الصغيره كلها تخش الفئه هذه. بس هذه الكونسبت حقها غريب، جايه ثلاثة ابواب مش بابين، من ناحيه دي في باب واحد ومن ناحيه انا في بابين، فصارت يعني ساره غريبه شويه ثلاثة ابواب، فيعني يعتبر من الكونسبت اول كونسبت ومن الغريب في العالم عملته شركه هونداي. ايش اللي سووه هنا فرق بينها وبين الاربع سندر العاديه اللي ما هي توربو؟ خليكم معنا حناخذكم نفرجكم على الساره لي. ايش في عندنا اختلاف هنا في الواجهه؟ من ضمن الاختلافات الشيء رفرش اللي عملوها بغير التوربو، الواجهه جايه بشكل اعرض شكل رياضي اكثر، عندنا الله يسلمكم الكشافات الخلفيه سبويلرات من الجوانب من قدام من ورا، حناخذكم هنا نوريكم اياها واحده واحده، ولو اللي يدقق في النظر هنا شويه المنطقه دي يلاحظ الانتر كولر جاي بالطول المبرد الهواء التوربو واقف بالطول، فهذا كمان اللي هو مبرد الهواء التوربو، الماكينه اللي هي الجاما 1600 سي سي توربو 204 احصنة، العزم 256 نيوتن متر و 7 سبيد 7 سرعات دبل كلتش تيبترونيك. ف على 1600 سي سي اعتقد سيارة جدا حلوة وجميلة. الجنوط اختلفت شوية، السبويلرات من الجوانب اختلفت، والصدام الخلفي اختلف، داخلية السيارة من جوا بصراحة ابدعوا فيها الكراسي والمواصفات الثانية كاملة، عندنا فتحة البانوراما فبرضه حنوريكم هي كامله الان. خلفيه السياره هنا الصدام الخلفي اختلف، اللمبات اللي هنا اختلفت، الرفارف شويه، الشكمانين ما شاء الله جايه كده بشكل رياضي حلو، بدل ما كانت اول شكلها شويه مستطيل صار شكلها دائري. الديفيوزرز اللي تحت موزع الهواء، عندنا الحساسات رجوع لورا هنا، عندنا كاميرا خلفيه موجوده هنا اهي باينه. وكلمه توربو ما شاء الله واضحه. طبعا شكرا لشركه الوعلان ما قصروا، بعثوا لي السياره من الرياض، مشكورين دائما ما شاء الله مجملين معنا في يعني افضل وكيل بيدلعني وبيدلع الجمهور كله في سيارات الوعلان، بيبعث لي السيارات من الرياض لغايه هنا، مشكورين ما قصروا، فبصراحه عاجز عن الشكر. فهذه عندنا فيلوستر 2016 التوربو، هذا المحرك القلب النابض حق السياره الكتكوته هذه ما شاء الله، توربو جي دي اي بخ مباشر 16 صمام 1600 سي سي، ماكينه صغيره حطوا لها توربو 204 احصنه، يعني السياره ما شاء الله كده تجلت، ويعني سياره السياره حقها حوالي 6 ثواني وكسور من 0 ل 100 بتعدي 200 كم في الساعه كسرعه قصوى. كلمه التوربو موجوده عندنا هنا، وعندنا المواصير حقت التوربو والتبريد جايه من تحت كلها ماشي مسقطينه لورا لتحت، ف ماكينه حلاوه على عرقه سياره صغيره حلاوه كده. برضه انا محترمهم حاطين مساعدات للكبوت عشان واحد مرفع يتفتح لما يكون جو حار ما يحرق اصابع يده على طول، بس فتحه واحده ويعمل بكده يطلع لفوق. الانتر كولر طبعا موجود عندنا هنا قدام تحت، موجود في المنطقه دي تحت هنا. هذا مفتاح السياره شايفين، مفتاح مختصر مفيد، زر القفل وفتح والشنطه. طبعا ميزه السياره دي زي ما احنا شايفين من جنب واحد من جنب السواق جايه باب واحد بابين بتفتح، من ناحيه ثانيه جايه بابين. هذا الباب هذا الناحيه الثانيه
باب هنا يتفتح والباب الثاني يتفتح من هنا. ما اعرف صاروا منقص معهم شويه حديد فكانوا حيعملوا اربع ابواب فعملوها ثلاثه. يعني حركه فنك غريبه شويه كده، لكنه ما اعرف هو زل الخياط لما يزيد مع القماش ولا يقل القماش. شكله كده عاملين ساره كم وكم او باب وباب او ثلاثه ابواب وباب وباب، يعني ثلاثه ابواب بابين وباب. هذه شنطة السيارة. عندنا هنا ما شنطة صغيرة للمقاضي، بس ما شاء الله مساحتها لا بأس فيها برضو جوا، تطبق الكراسي وبتشيل لغاية هنا لغاية من تحت لغاية فوق. عفش مقاضي جاي السقف نازل هاتش باك من فوق نزول كده مع الجناح العلوي اللي فوق هذا، فعامل لها عشان زي ما يقولوا ايش شكل رياضي أكثر وانسيابية أكثر. لاحظوا كيف السك نازل من فوق نزول لتحت، وبعدين هنا الجناح بيكمل رفع السيارة فوق، بدي الضغط العمودي من فوق لتحت. هذه داخلية السيارة، كلمة توربو، الكراسي جلدنا، الكراسي مخرمة فيها تسخين وفيها تبريد. بصراحة جماعة ما بيخلوا جوا السيارة بأي شيء من أشكال. عندنا تشغيل السيارة بزر، عندنا نافيجيشن، الملاحة الخرائط، ما شاء الله المكيف بارد، تسخين الكراسي أو تبريدها، عندنا الله يسلمك الماكينة توربو، عندنا فتحة السقف عفوا، السقف يتفتح بحركتين التل تطلع لفوق شوية أو يتحرك بالكامل لورا. المواد الخام بصراحة مستخدمينها لا بأس، على قد انها بلاستيك لكنها معمولة بشكل حلو جيد. عندنا التورك فيكتورينج اللي هو التحكم بالعزم، العزم بيتحكم في الكفرات فبيدي السيارة ثبات أكثر، فإنه حتى في الملفات غيره ما شاء الله الجير بوكس سبع سرعات. عندنا تحكم في كومفورت ولا نورمال ولا سبورت من هنا، فتتغير تعليق السيارة بالكامل مع ردة فعل الماكينة. انا عجبتني يعني الجير بوكس هنا تحكم في تحت، عندنا زر اليو اس بي والاكزيلري، عندنا السي دي موجود عندنا هنا فوق. السماعات ما شاء الله سماعات محترمه على قد حجم السياره صغير، ففعلا يا جماعه ما بيخلوا باي شيء من المواصفات اللي ممكن يحطوها في السياره. ما شاء الله كميه المواصفات اللي فيها جدا رائعه. جهاز التحكم في فصل التماسك، عندنا الباركينج سنسورز، عندنا التحكم في الاضاءه ودرجه الاضاءه ارتفاعها، التليفون يتحكم فيه من هنا، الكروز كنترول مثبت السرعة، التحكم بالصوت من هنا بالمسجل، تبترونيك التحكم في تبترونيك التعشيق اليد ومن فوق البيدلز حقت التعشيق. يعني بصراحة لا عاملين شغل حلو ومواصفات حلوة على قد انها سيارة فانكي. السعر 92000 ريال، هذا الفول اوبشن 2016، فسيارة جميلة بصراحة ومنافسة في فئتها على قد انها 1600 سي سي. حتى سيطرة السقف بالكهرباء كمان. طبعا المراية للاسف ما فيها الاوتو ديم اللي هو ما في شيء، انا شايف شيء الالكتروني حق انه تظلم اوتوماتيك. يا ريت بصراحة ما اعرف من باب الطمع، ما جشع طمع سموه اللي تسموه. على بصراحه يعني على قد من السياره فانكي كده انا عجبتني، يا ريتهم كان وفيها اشياء كل الاشياء اللي حاطينها دي و7 سبيدز السبع سرعات الجير بوكس، يا ريتهم حطوا هيد اب ديسبلاي بحيث انه سياره صغيره زي دي طالما اديتونا كل الاشياء الممتعه دي كان هيد اب ديسبلاي صغير بسيط الواحد يقدر يشوف المعلومات كلها قدامه على القزاز. لكن بشكل عام بصراحه عطينا اشياء حلوه ومواد خام من جوا حلوه، اكرمك الله دعاسه البنزين عاملينها بشكل رياضي، معموله بشكل جميل. هذه داخليه السياره، كلمة توربو محفورة على الكرسي هنا زي ما احنا شايفين، الكراسي مخرمة عشان تبريد وتسخين، عندنا هنا الأزارير حقت الكراسي تبريد الكراسي أو تسخينها، التكييف تسخين ورا قدام، التكييف قد هنا اوريدي بتحكم في التكييف الواحد من هنا تلاقي كل شيء قدامه، مراوح حتى المود حق التكييف هنا،
هذا النافيجيشن سيتنجز بلوتوث ديسبلاي الإضاءة قديش واحد مستوى الإضاءة اللي يبغاها الخرائط حقت الملاحة ال FMAM من هنا الراديو الميديا الصائط هذا طبعا العداد عندنا هنا تحكم بتحكم في الزر حق الدركسون شوفوا كلمة سبورت وكومفورت رياضي أول وهنا المريح الوضعية المريحة وعندنا الوضعية العادية العداد ما شاء الله 260 كيلو في الساعة وعندنا هنا المعلومات بالكامل موجودة في النص عندنا زر هنا ثاني اسفل تحت وزرير دعس البنزين والفرامل كنا كلها معمولة بشكل رياضي معلومات اهي عندنا هذا السيتنجز هذا فاضل 293 تانكي هذا وقديش استهلاك البنزين سعره ما شاء 517 كيلو تحت بس فوق 510 بس اجمالي 517 لسه جديد السعر دحين اذا حبينا نجلس ورا طبعا شويه الزاويه ضيقه حقت الباب فتحه الباب شويه ضيقه ما ننسى نساره صغيره لكن برضو الواحد يقول كلمه حق صراحة ما اقدر اقول الدخول مريح ولا قادر اقول انه قاعد جوا السيارة مستريح السقف نازل كده عامل زي الديناصور الصغير طلع من البيضة بعد ما كبر بدهم يرجعوه جوا البيضة ثاني فيعني شوية ما يظريف الحكاية كثير قاعد بصراحة يعني ثاني راسل تحت رقبتي كده الا اذا يعني سوري سحبت من نفسي من تحت برضو ركبي شوية ما هي مستريحة اصلا ما هي مستريحة ابدا ولا حقعد في رحلات طويله قاعد كده ظهري مايل اللي تحت مستريح اللي قاعدين ورا حجمهم قليل صغار اعتقد حيكون رائع جدا لهم كبار بكرامتكم بلاش تحاولوا احسن السياره طبعا اربع ارباك زي احنا شايفين هنا قدام كلمه ارباك محفوره قدام وفي عندنا هنا كمان اليسار موجوده على الدركس عند الدركسون هنا موجوده فوق الارباك افون كلمه ارباك وبعدين في السقف كمان من ورا موجوده كلمه ارباك فالسيارة فيها أربع إرباقات ويعني هذا الشيء ممتاز إنه السيارات دائما حكاية تكون في اهتمام في حكاية السيفتي حق الأمان زي ما احنا شايفين هنا الجير تحت كلمة تشوفوا سبع سرعات أهو الدي الجير السابع تحت كلمة دي دي سبعة هذه هي سبع سرعات لا بس فيها على قد ما شفت 160 على طول نزلت السرعة جربنا اليوم السيارة الهيونداي الفيلوستر توربو طبعا كلمة فيلوستر جاي من كلمة فيلوستي اللي هي السرعة فإنها السيارة سريعة ابتدوا فئة غريبة شوية في السوق ثلاث أبواب وعززوها الآن بتوربو 1600 سي سي
نطت 46% على وزن الأحصنة و 50% على وزن العزم زيادة من التوربو. حسنوها وجملوها جدا بالجيربوكس السبع نمر الدبل كلتش، بصراحة رائع. على قد الواحد يجيب سارة مفعوصة صغيرة كده يعني، بس بصراحة ما أعرف هي كوبي هي سيدان هي سبورت كوبي سبورت سيدان. الشاهد بطلة في الفئة حقتها في مقاسها في شغلها، 92,000 ريال. عندنا الله يسلمكم كل الأشياء اللي ممكن تتخيلها أو تحلم بها في السيارة، كاميرا خلفية، بانوراما، لمبات زينون، LED، توربو، انتركولر، فرامل رياضية، تعليق حلو رياضي لا بأس فيه جدا. كل الأشياء الحلوة في السيارة ضافوا لك هي. الآن في حاجة بسيطة يمكن مو عيب ولا ميزة، بس يعني من باب إنه الواحد تكون واضحة. في سيارات كانت أيام زمان قديمة لما تكبر هي شباب صغيرة حليوة، لما تكبر في السن تعجز يعني كبرتها ما بتكون مرة كويسة كثير لأنها بتتعب وبتستهلك قطع غيار وصيانة وتكاليف عالية. الكوريين ما كانوا مشهورين زي السيارات الإيطالية إنها تعجز يعني في كبرتها تصير برضه محافظة على شبابها وعافيتها. بس لا ننسى إن الكوريين عمرهم في صناعة السيارات صغير، كلهم من حوالي 25 سنة وبعدهم الصينيين. خلال فترات اللي فاتت كل موديل كان أحسن من اللي قبله، كل موديل أحسن من اللي قبله، كل موديل أحسن من اللي قبله. الآن هل هم قفلوا الفجوة بينهم وبين اليابانيين والألمان والأمريكان تقنيا في سيارات جديدة؟ نعم، وبمسافة وشغل جبار، وأحيانا تجاوزوهم. من ناحية الكبر في السن لما تعجز هل هي بتخدم كويس؟ زي ما قلت كل جيل بيخدم أفضل من اللي قبله. الأجيال الحالية الموجودة حاليا متوقع لها انها تكون من ناحية العملانية، يعني خلينا نكون برضو واضحين، اي سيارة بتعمل لها صيانة بتحافظ عليها بتعيش كويس. شعبنا مع جوانا الرومانسي الشاعري مع شوارعنا يبغى ينتقم من السيارة وما يبغى تفتح فمها. فعلى هذا المفهوم الموديلات الجديدة انا متوقع لها انها ان شاء الله حتعيش، بس قدامنا الثلاث سنين اللي جاية الخمس سنين عشان الموديلات هذه لما تكبر وتعجز في السن شوية نشوف والله كبرتها كانت حلوة وما فتحت فمها وما طلبت، عشان السوق والمستهلكين يقتنعوا في الحكاية هذه. بشكل عام فئة حلوة، سيارة جديدة، سيارة مجنونة شبابية، 92,000 ريال، تفوقت كمواصفات وشيء جدا ممتازة مع مقارنة بمنافسينها. الى الان انا قاعد كل شوي اركب السياره واقعد ابتسم من هنا لهنا وقاعد اضحك على نفسي واضحك على السياره وبضحك على الجيربوكس السبع نمر. راحت عليك يا بورش البي دي كي والبورش دوبل كوبلينج الاسم قد كده، وتلاقي اوه ترى غالي ومكلف. بورش راحت عليك المفعوصه الصغيره هذه سبع نمر دبل كلتش اوتوماتيك 1600 سي سي توربو، يعني بقيمه جنط من جنط حق بورش. لكن برافو للكورين، برافو للكورين. انا بصراحه متحمسهم جدا، سبع نمر الكمل التكنولوجيا دي جي دي اي الانجن، وخلي ان شاء الله قطع غيار والصيانه وتكون متوفره. متوقع لها مستقبل جدا كبير ومتوقع هم رقم 2 في السوق حاليا، وماني مستبعد خلال فتره بسيطه لما يكتسحوا السوق يصير رقم 1، بس مساله ان تكون قطع الغيار ومراكز الصيانه حقتهم منتشره اكثر واكثر. المنافسه حاميه، وخلينا نشوف نروح رايحه فين. وفي النهايه كل ده لمصلحه المستهلك. شكرا لكم وتابعونا، وان شاء الله تجارب تانية كثيره اكثر تعجبكم. شكرا لكم.